هيك اللي بان خوازان دلت شي سخيفترين فتوى سخيفترين فتوى درابه لسدي بيستم فتوى قد غكردني حزب ولا اسلام ده وكبوتر بين الاخترين فتوى او فتوى كبناوي دين ودراوة قد غكردني حزب جا يا كميان إنسان وصفي فتوى بكابة سخيف وبين الخوشتي وجوان نيم أما إنسان تعبير لخوي داتا أو جور مصطلحات أنا باجنية بو فتوى بكاربي تواني بولي فتوى كهلاية تواني بولي فتوى كراستا بجوري دليل أويش أما فتوى سخيف جوان نيم بو فتوى بكاربي دوهميان آية أو فتوى كدالي حزباتي لإسلام داني بيكاويتي يا ني بيكاوا دالين بو ما نيبلين آية ناب بدليل دليلي القرآن لسر أويا كمسلمان يك أمة دبيك أمة جمعين نوا بو يعني بارشة بارشة بن و خواي قرد فرمي ولا تكون منكم أمة يدعون إلى الخير وهذا فرمي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وكو أنا ما بن تفرقي أنت أدرس بجك كحزباتي بو توبوا حزبتي بو من نبيت أو تستاذ بينهر بناوي إسلام وشن حزبك آي باشا أو تفرقي لنا مسلمان دان ولا كاريشي باجنية مسلمان يق أمته يق دزبن إنما المؤمنون إخوة أو بيويستا وهلو أخوة قرد فرمي ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون وكو مشركة كان مبن كان مشرك الذين فرقوا دينهم دين كان بارشة بارشة كرد وكانوا شيعة بون بارشة بارشة وقروب قروب كل حزب بما لديهم فرحون هر قروب وهر حزبي بوي خوي دلي خوشة كواتا خواي قبرا زمي كردون او انيكا حزب حزبين دا كانوا بارشة بارشة دين دا كانوا مسلمان بارشة بارشة دا كانوا اشتيك زم كرا ونك باش بيت اما دقي حديثي بغمري خواه عليه الصلاة والسلام ايكا لبرامبر آيات وحديث دا عقلي خوي بكار دين دلالي چي كاكا اي بوچي او انيكا علمانين وبيدين حزب يان هيا بوچي ايما نمان به يدلين تديار او ايات قد نخمن دوتو خا يقول فن ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة خا يقول فن لوان مبن وكوان مبن ايوا او ان غلط يعني كرتو ميكا جا قروابه او زناده كابل كاك كتشي جوانا وباشا وخوي خوي رد كردوتو اي بوشي مره قبل علمانيا كبشي زينا اللي قال كابوشي من بوخم نش دبيت انا بكاكا والله باري شي زور هيك كاك بوشي علماني بشي بيدزي بو من يدزم يدزي حرامه او بيدزيت ونابي بيدزي او زينابكات ونابي بيكي نك ولا تو بلا ولا اوي او كردي بوچي منيج نيكم نا او حزباتي دكاتو بوتو دروزني حزباتي كي براكم انجا اگر بيان وكلا لا يشترو اي كاك چون دگين حكم د صلاه دگر حزب ما نبي كواتا دروني كوا او بلا من كرسي مدويت كرسي دويت اگر كرسي دوي براي برزم او تو بناوي اسلامتي و مسلمانان گمرا مكه بو خوت هولدا با وسيله كرسي خود دز دخي دستيخه اما بلي والله من دموي بلجير بردي إسلام وبناوي إسلامي شوا أو كرسي فلان كذا سيد دانشتو إلا ده يبو من به أخوة في غمري أخوة عليه الصلاة والسلام لما ككرسيان ده أنا يبست وتي أنا قر إن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك أقر قوريتي دبي أي محمد عليه الصلاة والسلام تو أو دعوة يبو يدك يبو يبيت قوري عرب كاكا ويك سردت كينا قوريها مو عرب هيج بريارك ببيتو نابريني نوا تاتو بريار لسر ندي وتشتي ومناوت اگر مالو پارت دوی کاکا پارت بو کوده کنه تی اوم ناوید پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم بو نه هات برا کانم لتخرج الناس من الظلمات الى النور بو هات خلچی د تاریکای کانو در بین بوچی بو روناچی انجا برا شیر نکانم یک خالی زور گرینکه بدا خوا زمانی دویت و علمی دویت تا کو خلق تی دگا آیته کا سشت من بورم دکاتوا والله بس اوات تیب گین بس یتی بو اووی لمينته محنته بلا مصيبة كان خمان تبقين ظهر الفساد في البر والبحر خواهي قرد الفرمي فساد فساد ما بستي چيه ليرا هنده كزو يكسر وزان الزنا وفسق وفجورنا فسادي إداري فسادي اقتصادي يعني بونو منبركت لخوار دندان ما ورزق روزي كان بوتوا معاش نية يعني باران نية حجتك نية لناو خلق خلق وضع باجنية داهات شاقنية زرعادنية ربار نامينه بوچي اما بوچي ام بلا امان بسرده ده صلاة داري ظالم ده بيت سر كرده بسرد قندلي زور ده بي پاري خلق ده خوري و باران نابه اوشتانه بو عدالة دنية
خواهي قرد فرم بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس أما أو السبب كيتي أو برهمي دستي خلق برهمي دستي خلق يعني أقرد صلاة داري ظالم بسر مانا وحاكم به تواني خلق إخواه دفرمي والله برا أخواه دفرميت وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا تو أود قبولني تشيل بكم آياتك إخوات قبولني برا كيمن دجلي إسلامتي إسلامتي خواهي قرد فرمي إيما خلقي ظالم دا صلاة داري ظالمي بودادنين خلقي قندل دا صلاة داري قندلي بودادنين خلقي فاسد دا صلاة داري فاسدي بودادنين جاورة شون وصفي دا صلاتك دا كي كواتا لا ملتك دا هيا شوني وصف دا كي لملتك دا هيا أها أما خواه دا فرمي بما كسبت أيدي الناس كواتا بباء سببية استا حكمتك تشيا جاري بيجوي بقرين وبو حكمتك بيجوي بقرين وبو حكمتك با سيرشتك نوشتيا أويا آية بما كسبت سببك خواي جورا فرموي أيدي الناس برهمي دستي خلك تواني خلك آية خلك سببك بو خواي دقرين نوا يا سببك بو خواي جورا دقرين نوا يا سببك بس بود الصلاة دارن دقرين نوا ها بسيار لا يودكم آية السبب أوهمنا راحتيك بون من أمي التي تدا كي سببه هندك أحسنت هندك لا بيدين كان رخنا الأخوة دقرن رخنا الأخوة دقرن هو هم أخوي جوري أو ظالماني بس الإيمة دا ظال كردوا هو أخوي جوري واي كردوا خلق بوشي وازبيت يعني كأنما أخوي جورنا عادلة كأنما أخوي جور الظلم دكا بنا بأخوي جورا أو كمال شيء بدين يا منافق لو ما أخوي دكا السبب كذا الأخوة أي مسلمان بأجاك القرآن ده السبب كذا شيء كاك السبب كذا صلاة كاك أمانا أم طاغوتانا نقولين باش أقر بلي ظالمة دلن بلا بلي قندلة دلن بلا مالي ملت خورا دلن بلا إيه بلام سببك أوانين كاك توليت يكتشو سبب أوانين سببك أوانين دزاني وكوشي وايا بونمونا چوار كز لمالك دان لو مالا كو مالك بابلين خوار دمنی خویان مریشکو قاز و چیوچیان لناو مالکی خویان دا هشت بوا کچی درگاهان کرده و اهمالیان کرده و گرگه کهات سگه کهات شتکانی خواردن استا لومه چیه دکره؟ لومه گرگه کب کهین یا لومه اهمالی خوتن اگه بلا گرگ خواردی دلم راز دکره والا میش دلم گرگ خواردی بس بو که که ام گرگه خراب نه نه الا من دلم گرگ باش خوب نمتو باش کس نمی‌تونه گرگه که باشه که و من لگالتم گرگه که خواری، بس بو پیام بله بو خواردی. چون تو آنی به بی خوا، منو تو اهمالین، منو تو سببین که استا او آجایل سبب کنی که خوا دیاری کردو. بیما کسبت ایدی الناس. اولما اصابتكم مصيبة قد اصابتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عندي انفسكم. خواهی گفته فریاد لخوتن. او توش دانده به همو خوتن. همی خوتن. سلام نبلا ما وصل دل چی؟ والله لو إخوة دعينا ولو ملة باشترنية دلو والله ملة دا صلاة دار قربة فيستي يكترن قربة فيستي يكترن ورد شين بو حساب دكي لقندلي ولا ظلم ولا استم ونا عدالتي وخرابي دا صلاة دار ورد بابو دياريكم لناو همو تشينو تيو جاكاني كومال قادة لناو همو تشينو تيو جاكان هر همو هي با دكتور توا با مهندس توا با ما مستاي مكتب توا با ما مستاي زنكو توا با ما مستاي مزقو توا با دكاندار توا با جوتيار توا با آسنگر توا با معرسشي توا با كتال فروش توا با تمات فروش توا اي چه هي خيانت نكا چه هي قندلي نكا چه هي ظلم نكا وره با اسراحات بله والله بارم پيو دشمه معرس ساريك دكرم انشاء الله قولم اعلي رانا برن بشكو اعلي رابي برن زماني دلواني اعلي راب رابد كاك من بخول ضد دمي چي بخول ضد دمي كاك الاخواب ترسل بيهم بله السيارة كتير تدا كاك من لي نازم برا إيشي مني نا بيد نالد تعيش زنا عيبك خلالي شيء جوره بيد نالد هو خيانته هو خيانته برا ده شيء تما تذكرت جوانا كيل السيارة ودانا وجيره ومجنيوه تيجي إشتى تاو كتو دو قصة دكى عقد لخوني بوي كدو يتزرف كاو برا بخيرش دقيت ماله وتشيم هنا عامل أو تشتى كهو تازه بدو شيلو تما تنا قريت ولا دكان دار بشتك ذكره بدأ دينار ذكره سدويني برایک تلفنی بود کردم، اندام پارلمانی بود، بس دیاره کسی که ایمان دار بود، وقتی ما مثلا ترکیه آورشت دینین 40 دلاری دیده شد، دقت تلای خومن، وقتی لیره هندیک بسیار 100 دلار دیفروش نوا، و 400 دلار دیفروش نوا،
ايوا خو حكومه دنيا اما ايه من ملة ملت وتبا تشل دولار دقات اركتي والله ب 400 دولار دفروشي 600 400 دفروشي ايتو اون دبي زمير بيت هوا بي وجدان بي انجاب لي بوتي وضع مانوا ايه وثمان نهامتي كان بالي خويا كرش اختفر مي واي كاك مش ضلين والله والله كمان اوا بلان بو بما كسبت ايدي الناس بما كسبت ايدي الناس كسبي دستي خلقه انجا حكمتك شي استا ليذيقهم بعض الذي عملوا فيقول اوانا دكاتا سركر دابا ستاد بوي بيتشيجي بعض الذي عملوا بشيك لبرهمي كردوي خوتان بشيجيتي ها بخواها موينية اما بشيجيتي اوايا حالمان اي اقبرهمي همو كردوي خرافة كاني خومان خواي قولي الرق بيكاتا دا صلاة داركان شكا عمالكم اعمالكم دا صلاة داركان كردوي خوتانا لم آياتو ريقرتو ابن القيم عمالكم اعمالكم لعلهم يرجعون بشكو خلق قرتها كيف قرأت الخلق؟ الخلق أصلاً قناعتي بم آية تانية أصلاً استالواني لم قصانا دا كم دي كم ديان جنيهم بو بي أما بيهي دا صلاة أما التبرير بو دا صلاة دا أما دفاع لدى كل بابا إيه من وتم قرقك هات خوار دي خو منم قرقك بيهي چاكا إيه بس دلن بو هاي لي هات إيه تو نازاني بو قرآن بيت دلي بو تو نازاني ناش تو يبزاني خواهي قرد فرمي لعلهم يرجعون بشكو بقرينوا نا قرأت شي بقريتو اصلا واد زاني اوري غلطها شلون دقريتو ابوي هرب غلطي دزاني كنا نق علمانيك نق خلق عوامك اسلاميك اسلاميك است غلطي لو قساني من دك لو اتي خوارم قرتو غلطي ليدي كاك اي تشيبكين است ام بي اي تشيبكين برايي وتشيا برايي وبابشين بطاغوت انا لنا وبرين كاك تاكي وجل ادناك بو ابي غيره بو بملتنا على الرابره انشون بملت ولا مرابره بو ملت بلا الرابره بابشن لنا يا امبرن لنا ينبرن دزاني وكو شي واه وكو واه تو اوا دروي لبشتو تشكي خور لي دداس سيبرقال بيش قوتها شمشيرك بلستو الا ديكوجم ودزاني او سيبرات بيغاني الا دي تاراكي لبيش الدروه تاراكي لبيش الدروه كلتي تكوجي كاك وخوتي تخوت او سيبري خوت سوين بخوا د صلاه داران سيبري خومان سيبري خوت كاكا برو بيكوجا تشي دكوجي كوشت سيبرك سيبريش تردي ها است جاري ولا خورك لا ددي سيبر نامله ديتو اوديو هاتوا اي اوانا لا برا باشتر دي بخوا باشتر نا بخوا باشتر نا اي خلقنا له عندي كز دنا صد خوز كمان بس دمي صدام بو بوچ اي خو خلقنا غوري بس صدامنا وكان دغورين بس ناو دغور كاك خلقنا غوري او دغوري شي شتر دي همان همان بابته جا خو قالوا فهم لعلهم يرجعون بشكو بقرنوا اقرانا ويش شمشي رقيبة تزدو داسي برقيد ارادكا لان انا الا تاني كجم وازنا انم جوان تان كجل سوريا خوتان كجت ملتان لنا وبرد اوش هرماوا سيبرك شرماوا دا صلاة دار هرماوا چي دا كجي كاك ورب قرروا لاي خواه توبه بكان هاو من بخو من دابچينه وبراي برزم ما مستايكا فاشيليكا حق خواب زاني لمكتبك رين لو دقري ولا كاتي نوجنية مزقود نية مكتب ريلا ما لطلبة بقري نوشكا ريلا كتش بقري بالا بوش بي ريلا بنكي قرآن بجيريت بكريت ولا شارك هندي جار مديري أوقافك مثلا لشارك ريقنا دا درسي قرآن بلا مزقود هندي جار مديري آسايشك أم بنكي نابي بقريت ودي بداخره خود بشي يزاني بس بي مامل خود بشي يزاني والله لبيش شاومان ضعيفي بچوچي سوچي لتو كم ترنيه شو برانبر ديني خوا واستويتو امر ياسبيش برهمي خود وردگري بزانه خوای گور چيت پيدك امر ياسبي بزانه چيت پيدك زور لتو بده صلات خوای گور لنايو بردن لوتيش كاندن استو برانبر ديني خوا واستويتو جبره كانم لهمو چينو تو جكاندا او گندل يها بلهم لعلهم يرجعون دگرن ولاي خوای گور نا ام بوچي ما يتم باسكرت كاكم دلوا والله فتوى شيء سخيفة قبل حزبياتي دوجنيا. وهذا زاني بحزبياتي وضع كم بودا قرة. كاشي من دزاني وكوشي وياه بحزبياتي كسك جهر خواردو كراوا. استوى وضع إيتيك شوى. لولا وجهر يجي تري بودينن. تدري بابا والله هي وجهر بكلق ناعه. بابا تتبرو أقعد لوضع وني زور وضع إنا إشل. دزانم برا وضع إشل. برا ما ويتري الجهر يجي ترى. أما الجهر برا بشي وازي يشتر كاكا. هو شعر سرنا به برايمن. هو شعر سرنا به. كوزع مان واي خواي قربي من دفرمي لعلهم يرجعون بقرن يبو لا اخواته وببكي او حلا ك
كشي كاكم بيم دولنا كاك دبي ما حزب مان هبي او جا كحزب مان هبو اندام مان دبي ان جوادك ان خلق دنگ مان بو بدا ان جورد ود كرسي كلا بني دردينين خو من دادني شنو وضع كي يكسر دبي تسردي محمد مهدي الله بو خو دبي بجين وصلى الله وسلم على رسول الله بارك الله فيكم.